بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو الهدوء. أولا إجراءات المحاكمة تبدأ بالنداء على المتهم، فنرجو عدم الضوضاء قليلا. المتهم بشار الأسد. حاضر لو ده رئيس المحكمة النيابة. حاضر بسم الله الرحمن الرحيم. بلغوا في القصاص حياتهم يا أولي الألباب. لقد قام المتهم بشار حافظ الأسد بكل ما نهت عنه جميع القوانين المحلية والدولية والإعلامية، وضرب بعرض الحائط كل تعاليم الشرائع السماوية سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية. فقد خان هذا المختار شرفه أولا، ولم يكتفي بشرفه فقط، بل ضرب لجميع مواطنين الدول العربية والإسلامية، فقد استباح دماء العرب على رأسهم عدد ليس بالقليل من أولادنا المصريين بضرب مارق، وأيضا قاموا بتفجير العديد من التهم للمصريين والسوريين وجميع المواطنين المقاتلين في سوريا من تجسس وخيانة وغيرها، ولم يرحموا سوريا بحاكم دكتاتوري هو أبيك حافظ الأسد. خلال 30 عاما قضى على الأخضر واليابس بطل الأطفال والشباب والنساء والشيوخ والقاسي والتاني، يعلم ما حدث بهما، ولم يترك لسوريا بنية تحتية، ولكن ترك للسوريين أكبر وسيلة ألا وهو أن لقد تم تعديل الدستور في خلال 15 دقيقة لكي تتولى الحكم، ولم يحدث هذا في أي بلد في العالم، وهذا يمثل اغتصاب واضح للسلطة بصورة فاضحة. وتمت هذه الجريمة على يد مجلس الشعب الغير منتخب من الشعب السوري، ولكنه معين من قبل الرئيس والده. ثلاثة، لعل تمنيت بعثيا مواطنا سوريا من الدرجة الثانية، وكممت الأخطاء بقانون الطوارئ، وقضيت على الحريات العامة، وحكمت سوريا بالنار والحديد. أربعة، لقد قام هذا النظام المستبد بإقامة 15 فرعا للمخابرات، لا يستطيع المواطن أن يقيم عرفا إلا بموافقته. خمسة، قمت بإقامة جيش غير وطني لأنه يحميك ولا يحمي الشعب السوري، فليقتله ويقمع المتظاهرين خلال هذه الثورة. ستة، قام بشار بقمع المفكرين والأدباء والمبدعين السوريين. متهم مدني ولا محامي مع المتهم؟ متهم مدني على المصريين المقيمين في سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم.